لتسليط الضوء أكثر على فشل الحكومة في العراق وإهدار المال العام من خلال حرق الغاز كمثل، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. الغاز هو الطبق الأخف في عملية استخراج النفط، لماذا لا يتم الاستفادة منه من قبل الحكومة حسب رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الغاز يتم حرقه أولا نتيجة كون هذه الطبقة هي طبقة أعلى، يعني تسبق الوصول إلى طبقة البترول، فعندما يتم الحفر من أجل استخراج الغاز البترول يجب المرور بالطبقة الغازية، لذلك فتحصيل حاصل هذه الغاز يجب أن ينبعث يعني مرورا بآبار النفط أو الأنابيب التي تستخرج البترول، ولذلك فيتم حرق هذا الغاز لأنه لا توجد هناك بنية تحتية ولا يوجد أي تخطيط استراتيجي لإنشاء بنية تحتية للاستفادة من هذا الغاز المنبعث، يعني رغم أن العراق يستطيع أن يستثمر هذه الطاقة ويوفر ما يساوي أكثر من 5 مليارات دولار سنويا، بينما يتم هدر هذه الطاقة بشكل مجاني وبشكل مكلف. عملية الحرق نفسها تكلف الميزانية العراقية. طبعا أنت أشرت إلى التكلفة، يعني هذا الهدر قدره البنك الدولي بمليارات الدولارات في وقت يستورد فيه العراق الغاز من إيران، بماذا يمكن أن نفسر ذلك؟ نعم، هذا الكلام هو عملية الذي ذكرته حضرتك، يعني هو يفسر العملية نفسها، يعني عملية الاعتماد على إيران في استيراد الغاز هو الذي يفسر لماذا يتم التمادي في عملية حرق الغاز، في حين أن شركة سيمنز على سبيل المثال تؤكد بأن العراق يستطيع أن يستثمر هذه طاقة الغاز من أجل توليد طاقة كهربائية تزود 3 ملايين منزل عراقي بالطاقة الكهربائية المعتمدة على الغاز، والعراق يعتمد على 85% من محطات توليد الطاقة الكهربائية تعتمد على الغاز، تشغل بالغاز، يعني هذا ما ذكره أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء. على ذكر الاعتماد على إيران في بداية العام الجاري، يعني حسب نفس المتحدث باسم وزارة الكهرباء، رفعت كمية الغاز المصدر من 3 ملايين متر مكعب يوميا إلى 5 ملايين متر مكعب، يعني وهناك حاجة متزايدة للعراق من الغاز الإيراني. وعلى ذكر هذه المسألة، يعني احتياج العراق للغاز الإيراني، هناك مصادر رسمية برلمانية تؤكد بأن العراق يشتري الغاز الإيراني بأربع أضعاف السعر الذي تطرحه دول أخرى. فإذا هناك عملية، هناك تزاوج بين سوء الإدارة والفساد، بالإضافة إلى مسألة الولاء لإيران. يعني هل نفهم من هذا الأمر أن هدر مليارات الدولارات يأتي في وضع اقتصادي صعب يعيشه العراق وقلة رواتب وشح في المواد، هو سوء إدارة للموارد أم فساد تتحصل منه بعض الجهات على منافع شخصية أم كلتاهما مع بعض؟ كلتاهما مع بعض، وأضيف عامل آخر هو مسألة أنه النظام الحاكم عندما نظام المنطقة الخضراء عندما يرتب أولوياته بشكل صحيح من زاويته الذاتية، من زاوية احتفاظه بالسلطة وبالتحكم بموارد العراق، يجب أن يضع إيران في أعلى سلم أولوياته. لماذا؟ لأن إيران تشكل بالنسبة لنظام المنطقة الخضراء ظهيرا أساسيا، يعني داعما أساسيا لوجوده، يعني صمام أمان، يعني فنظام المنطقة الخضراء مرتبط بالنظام الإيراني كارتباط الجنين بالحبل السري لأمه، يعني فتخيل حضرتك، يعني لو بقدرة قادر، يعني بعد بكرة سقط النظام الإيراني، هذا النظام سقط واستبدل وصار الثورة بإيران، سقوط النظام المنطقة الخضراء يصبح مسألة وقت فقط، يعني هؤلاء يعتمدون على، لذلك
فعملية تقادم، يعني مسألة التعمد في حرق الغاز العراقي من أجل الاعتماد كليا على الغاز الإيراني، هذه تعتبر عملية تقادم وتقديم وفاء، يعني وفاء لهذه لهذا الدعم، بكونها صمام أمان لبقاء نظام المنطقة الخضراء واستمرار ديمومته. يعني عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي، كنت معنا عبر الهاتف من مالمو، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.